إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، في هذا البث العاجل والمباشر من مدينة طنجة. معنا اليوم الشاب عبد الواحد، شاب في مقتبل ألعب، داروا له سحر أسود ودمروا الحياة ديالو، والحياة ديالو تحولت رأسا على عقب. من بعد ما كان خدام في الخياطة، وكان يعني خدام على راسه، خدام على الأسرة ديالو، وكان قادر أنه يلبي يعني جميع الاحتياجات ديالو من مأكل ومشرب وملبس وتنقل وما إلى ذلك وما تحتاجه الحياة. فجأة لقى الصورة ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ودايرين له السحر، كيمشي للخدمة كيسخف كيطيح، وكتجي شي نوبات متابعينا الكرام اللي هي غريبة وما عمره ما عاش. باقي التفاصيل المرعبة غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر، وكذلك ما تنساوش انكم تعاونوا مع عبد الواحد بالنسبه للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وكذلك خوتنا المغاربه اللي كيساعدوا الشباب باش انهم ينهضوا. فعبد الواحد يعني محتاج اليوم اننا نوقفوا معاه ونساعدوه يوقف على رجله، يكمل المسيره ديالو، ومحتاج للدعم المادي وكذلك المعنوي متابعينا الكرام. باقي التفاصيل المرعبه غادي نكتشفوها مع عبد الواحد، ونكتشفوا القصه ديالو مع الساحر والشعوذه. ومؤخرا يعني مي شاف الصور ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي دايرين له الجنون والالم والسحر وما الى ذلك، ف يعني الوضعيه الصحيه ديالو فهي تزادت متابعينا. السلام عليكم الاخوان ديالي. المهم الاخوان، انا عم نحكي لكم على المعاناه ديالي. المعاناه ديالي هو انني البدايه ديالي ملي كانت في عمري 15 عام، يعني الانسان كينضج كيبقى يشوف المستقبل ديالو، الحياه ديالو، كيفهم بزاف الحوايج في الدنيا. انا العكس داكشي هذاك، انا في 15 عام كنكتشف راسي بانني مريض واحد المرض اللي ما معروفش. 15 عام يعني كنت كنقرا في ثالثه اعدادي، كنت ماشي يعني في القرايه ديالي مزيان، يعني كنقرا مجتهد، النقط ديالي مزيانين، عمري ما سقطت، منتظم، الاساتذه كيبغيوني وانا كنبغي الدراسه ديالي. فجاه صافي تحولت حياتي راسا على عقب، وليت كنطيح، والمشكله انني كنطيح وكنغوت وكنقطع الحوايج ديالي، وكيجيبوني للدار مهزوز، الوالدين ديالي حاروا ما عرفوش فين يديوني في ذاك الوقت، بقاو كيديوني عند المشعوذين، يديوني بزاف عند المشعوذ، هذا كيقول لك فيه السحر، فيه المس، فيه بزاف الامورات. من بعد مشيت للاطباء نفسانيين كيقولوا لي الحاله ديالك يعني ما فهمناهاش، يعني كيعطيوني ديك الدواء كان كينعسني وصافي. من بعد خرجت من الدراسه، الوالدين ديالي وواحد الاخت ديالي تساعدت معايا، ناس حنايا، ناس بسطاء، ناس دراوش، ناس ما عندناش. هي هذيك واحد الاخت ديالي كانت خدامه بوبريه غير هايده في الديور، تعاونت معايا، دخلتني التكوين المهني. فاش دخلتني التكوين المهني قالت لي زعما تعلم الصنعه، تعلمت الفصاله والخياطه. فاش تعلمت ديك العام كيفاش داز عليا، يعني الناس اللي غادي يشوفوني راه غادي يحسوا بيا، اللي قراو معايا راه غيحسوا بيا. يوميا كنطيح في القسم، يوميا كنغوت، يوميا كنطيح في الطريق، يعني ما كملت ديك العام، يعني الوالدين ديالي تمرمدوا، الوالده كتبكي وما فاهمينش المرض ديالي، ما خليت فين مشيت، عندي سحر ومس، ديك المس كيهضر فيا ملي كنطيح، ما خليت اي راقي مشيت عنده. الوالدين ديالي عياو كيخسروا عليا، وناس بسطاء كيسلفوا ويتكلفوا باش يديوني نتعالج، والو. باقي الى يومنا الان في العمر ديالي 29 سنه، لا مستقبل لا حياه. تصور انني دابا تعلمت الصنعه، كنمشي نخدم ديك السيمانه عاوز كتجيني ديك الحاله، نسمع القران ولا نسمع الصداع ولا شي حاجه، حتى كنلقى راسي صافي طيحت وغوت في المعمل وما كان رداشي. يعني اغلبيه ديال الناس كاينه اللي كيسافلك، وكاينه الناس اللي يعني فهمتي كيشبروها بطريقه سلبيه، كيبقى يستهزا بك، وانا ديك الاستهزاء وديك الشفقه ديال الناس كتزيد تكمل عليا. يعني شوف واحد المعاناة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الحياة ديالي مدمرة، جسد بلا روح، اللي كيشوفني كيقول يعني أنني عايش في سعادة وأنني عندي، وتصور أنني دابا عامد الله ما خدمش زيرو درهم، الحياة ديالي مرونة، ما عندي حتى شي حاجة في الحياة ديالي. الناس اللي في السن ديالي كيفكروا أنهم يتزوجوا، مستقبل قدامهم، طوموبيلة، يفرحوا الوالدين ديالهم، أنا يعني كنشوف راسي يعني ما عندي حتى شي حاجة في الحياة. ورغم ذلك هيداك وكنحمد الله وكنشكر، واخا في البدايات ما تقبلتش المرض وبزاف الامورات وعملت بزاف الحوايج غلط، ولكن مع التالي الحمد لله انا هادشي تقدر عليا، تكتب عليا، يعني كنحمد الله وكنشكر. هذه هي واحد الحاجه اللي يعني باقا
باقى شبر الامل ديالي في الله سبحانه وتعالى، وكنتمنى من الناس يعني يسقفوا لي تعاونوا معايا، يعني يحسبوني ولدكم خوكم. انا في واحد الحاله ربي اللي عالم بيا، يعني باقي ان شاء الله يا ربي يتصور معايا ويشوفوني الرقاص، وانا في واحد الحاله ربي اللي عالم بيا. راه النعاس اقسم بالله الا كتجيبها سيمانه ما كنعش سيمانه، وما عارفش راسي علاش شي احلام مزعجه. ما يعني الناس اللي قرابين لي يعني بزاف الناس عارفيني، حيت وليت كنطيح بزاف، كنمشي غير نحس انت كتجبرت راسي، عرفتي طايح وكنغوت عاد تسقف وصلوني للدار، كنكون في الشارع حتى كنكون ماشي مع الدراري حتى كنولي نطيح. مؤخرا طحت، طحت كنت انا والصديق ديالي حتى هو غادي يحكي لكم. فاش طحت الفيقه اللي كان فيق جبرت، مشى لي التليفون، مشات لي كاسادوره، مشات لي السبردينه. واش انا واحد الانسان اللي غادي تطمعوا فيه؟ انا واحد الانسان اللي ما عنديش، انا عين الناس كيتعاونوا معايا، غير الدراوش بحال وجهكم كيتعاونوا معايا، ما جبرت حتى شي حاجه. قال لك مشي ديكلاري، ما ديكلاريت ما والو، عاتينا ديكلاريتي انا ما شفتهمش، والعساس ديال الباركي سقسيته ما بغاش يعطيني راس الخيط، يعني واخا كيعرف داك الناس يعني لا اله الا الله وصافي، يعني واحد المعاناه. يعني كنتمنى من الناس المحسنين انهم يتضامنوا معايا ويعاونوني. مؤخرا قلت لي مشيتي عند شي راقي بغى يستغلك. اه يعني الراقي انا داكشي اللي فيا كيهضر ملي كنطيح، يعني دابا تصوروا الحاله وتشوفوا ملي كنطيح داكشي اللي فيا كيهضر وكيقول داكشي، يعني المس كيقول داكشي صحيح، يعني بدا كيقول داك الناس اللي تما شنو ملي فيقت قال لي شو انت غتخدم معايا، يعني بقى تجينا هنايا وتقول لي الناس وهذه. انا ديك الخدمه ما بغيتهاش، انا ديك الخدمه ديال التشعويذ وداكشي انا بغيت نتعالج، انا بغيت نرتاح، انا ما كرهتش حتى انا نكون بحالي بحال الناس، ما بغيتش انني نخدم في التشعويذ في داكشي وهذه، فهمتي؟ يعني انا ما بغيتش شي راقي اللي يستغني، واصلا انا العلاج ديالي راه من سبع المستحيلات اي راقي كيقولها لي. يعني انا كنرتاح واحد الفتره ديال شهر عاود كيرجع لي داك المرض، كنمشي نخدم ماشي ما باغيش نخدم، انا جيت باش نسعى ولا شي حاجه، انا عندي الصنعه ديالي وعندي الصحه ديالي، انا باغي نخدم ولكن ما قدرش، عاجز عن العمل. انا وليت واحد الحاله يعني جسد بلا روح، يعني ما قادر نخدم، ما قادر لدرجه الدرهم ما كيدورش في الجيب، ما عندي حتى شي حاجه في الحياه، ما عندي والو في الحياه ديالي، حياتي ضاعت. وانا هاد الناس كنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، اللي غتجي تسحر لي اجي قتلني وهنيني، والله العظيم انا وليت كنفضل الموت على هاد الحياه هادي. يعني معاناه، يعني الا جيت نعبر على المعاناه ديالي راه ربي اللي عالم بيا. بعض المرات اللي كتجيبها سيمانه وانا كنبكي وما عارفش علاش كنبكي، بعض المرات اللي كتصيبها شد عليا في الدار كيبقاو خوتي علاش ما كتخرجش علاش، وليت كنطيح بزاف بزاف. يعني مؤخرا قلت لي جبرتي الصور ديالك في وسائل التواصل. اه جبرت زادو جبرت الصوره ديالي في مواقع ديال التواصل، بارطاجوها لي الناس كيعرفوني فيها، السحر شتات دمار جنون، يعني زاد كملت عليا بزاف. يعني انا ما محتاجش باش بارطاجي ولي داكشي هذاك، انا اللي فيا كافيني، يعني هاد الناس حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنقول لكم اجي وقتلوني، اللي كيسالني شي حاجه يجي يقتلني ويهنيني احسن ما انني نبقى معذب، لان حياتي اقسم بالله لا عايش جسد بلا روح، ما بقيتش كنحس بالطعم ديال الحياه، لاني ما بقيتش قادر نخدم، ما بقيتش قادر نخرج بوحديتي، ما بقيتش قادر نعمل حتى شي حاجه بوحديتي. يعني معاناه بزاف. انا كنتمنى من خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن يصدمنوا معايا ويعاونوني، يعاونوني، راه انا حسبوني ولدكم خوكم، واذا كذبت شي حاجه ربي يخلصني، كنقسم لكم بالله الا انني هادشي كامل صحيح. وغتجيو تسقسيو الحومه، تسقسيو الوالدين، انا تصور الوالده ديالي معذبه معايا بزاف، صور كنخرج دابا ساعه كتصوني عليا، عندك طاح في الطريق، عندك يوقع لك، لدرجه بالليل كتشد على الباب، عندك تجيني ديك الاحلام، عندك تجيني ديك الحاله، بقات يعني مرونه معايا الحياه ديالها مقلوبه. يعني انا في عوض انني نعاون الوالدين ديالي حتى انا نديهم العمره، كنت بزاف ديال الطموحات، كخصني نكمل القرايه ديالي حتى انا، كخصني بزاف نعمل في الحياه، حتى انا نتزوج، حتى انا نعمل مستقبل، انا كنشوف المستقبل ديالي لا زواج لا حياه لا حتى شي حاجه. صورة قديمة وقديمة ومشي بزاف، فهمتي؟ دابا شي 3 سنين أو 4 سنين، أنا داكشي كيتجدد لي،
انا هاد الناس هادو كيجدوا لي داكشي هذاك، لان من سبع المستحيلات انني ما نسعى لشي. دابا ملي كان في عمري 15 عام وانا كنعاني، كنرتاح واحد الفتره وواحد الفتره يعني كندوز واحد الحاله، انا الشعر ديالي انا بدالي الشعر ديالي ما طاحليش تدريجيا بحال اللي كيطيح للناس، انا الشعر ديالي طاح لي ديريكت، يعني فيقت الصباح جبرت وجهي كامل داير بالكلف وشعري كنهبطو هيدا، الطقم ديالي كينوضو فيه الدمامل من داخل وكيعملو الحفاري، يعني انا المرض ديالي ما عرفته حتى بقيت كنبحث بزاف، لانني مشيت عند دكاتره كيشخصوا لي المرض ديالي كيقول لك ما فيك والو، وانا الشعر ديالي كان هبطته كامل، يعني في هذاك الناس تسرط الله يشافيهم بحال هيداك وقعي، يعني معاناه بزاف بزاف، يعني الحياه ديالي مدمره. انا كنطلب من خوتي المغاربه يتعاطفوا معايا تعاونوا معايا، لانني ما بقيتش كنجبر حتى باش نجبر التاكسي، وانا عندي الصنعه ديالي وما قادرش نخدم، ما عرفتش علاش. قلتي لي كتمشي للخدمه كطيح خارج اغلبيه ديال المعامل، دابا انا عندي مشكل في المعامل، يعني كنخدم ديك السيمانه اون فوا يعملوا قران او نسمع شي صداع حتى كنجبر راسي طيح ضايرين بيا عباد الله. والدراري بخصوص الرجال انت هنا راجل وكطيح، هذه الكلمه ما كتعجبنيش مره، يعني واحد الاستهزاء، واحد يعني بنادم كيتشفى فيك ما كيقولش هذاك المرض الله يشافيك او لا حول ولا قوه الا بالله، يعني بنادم كيتشفى فيك، يعني داكشي انني زاد كرهني في الخدمه كرهني في الحياه، يعني انا ما يمكنليش ندمج مع المجتمع بهذا المرض، وليت كنعازل راسي، ما يمكنليش ندمج مع المجتمع، لانني كنشوف راسي بحال شي عله على المجتمع بحال شي حاجه، المهم انني يعني حتى شي واحد ما متقبلني بهذا المرض، يعني حياتي مرونه بزاف. شنو بغيتي من خوتك المغاربه؟ انا كنطالب من خوتي المغاربه يتعاونوا معايا ماديا، بزاف ديال الرقاص كيدخلوا عندي غير استغلال وغير داكشي غير كدو، انا كنطالب يتعاونوا معايا ماديا، انا عملت قناه في تيك توك والو ما كيتفاعل معايا حتى شي واحد، يعني القناه ديالك في تيك توك المتابعين يتابعوا معاك. عندي عامل مول الحكمه، مول الحكمة اللي بغى يدخلنا عندي انا عم نطلع له في كنتمنى اخوتي المغاربه يدخلوا عندي. كانوا عندي بزاف، كنت كنعمل فلوغات وهذه، دابا مسحت فيديوهات باش شفت ديك التصويرات بارطاجات، مسحت الفيديوهات ديالي حيت بحال اللي تخلعت بحال اللي فهمتي ما هي مناسبه باش تقول لهاد الناس هادو اللي كيبارطاجيو هاد الصوره ديالك صافي وقفوا بلا ما يبقاو يبارطاجيو، هاد الادوات ديالك هاد الادوات التيك توك ديالك راه عامل فيه التصويره دابا ما طالعاش حيت ما عنديش كونيكسيون. ماشي مشكل. المهم مول الحكمه، مول الحكمه الصوره ديالك اللي واقيلا كاين بزاف ديال مول الحكمه، انا سبق لي بارطاجي لي، انا سبق لي شفت هاد مول الحكمه. شنو المواضيع اللي كتناول فيهم؟ دابا ما عندي حتى شي مواضيع حيت فاش عملوا ديك التصويره ديالي انا نوريت التصويره ديالي. شنو كانوا عندك؟ كنت كنعمل داكشي ديال فلوغ، ها هي التصويره ديال الساحر، هي الصوره ديالك. شنو تقول للناس اللي باقيين؟ انا كنقول لهم صافي بلا ما يزيدوا يبارطاجيو واحد، صافي راه هادشي هذا راه كيعذبني بزاف، انا فاش شفتها راه زيت تمرت، يعني كنطلب من خوتي المغاربه بلا ما يبارطاجيوها وبلا ما يوصلوها لي حيت انا شفتها، والوالدين ديالي فاش كيشوفوا انا بغيتش نوريها للوالدين ديالي حيت صراحه الوالده معذبه معايا بزاف. انا كنطلب منا من هذا المنبر السماح والله يسمح لي منا، يعني واقفه معايا واحد الوقفه ديال الراجل. الرقم ديالك باش 06 03 75 77 60، 06 03 75 77 60، 06 03 75 77 60. كنتمنى من خوتي المغاربه ان يبارطاجيو اللايف ديالي، توصلنا هاد المشاهير هادو اللي كيعملوا قنوات تعاونوا معايا باش ما كان انا يعملوا لي قناه ولا يعملوا اي حاجه، المهم انا ما قادر نخدم ما قادر نعمل حتى شي حاجه في الحياه ديالي. الله يجازيكم بخير والله يوقف معاكم، واللي مريض الله يشافيه، اللي كيعاني من شي حاجه الله يسخر له الامور، المهم حسبوني خوكم حيت انا ما جيت لهذا البرنامج وانما وصلت بيا للعطم، يعني كنحس براسي ضغط. بارك عليك الشاب الواحد. اذا المتابعين الكرام ديال القصه ديال الشاب عبد الواحد كيف تابعتوا معنا من خلال هذا المباشر، يعني الشاب كيقول بانه ما بقاش عنده طعم للحياه، ومني شاف يعني الصوره ديالو هي كتبارطاجها في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الحاله ديالو يعني تزادت متابعينا الكرام. إذا متابعي قناة شفت بقناة الشعب. واخا هضرت؟ اوكي يلا هضرنا شوية.
واخا. السلام عليكم، انا الصديق ديال هذا عبد الواحد، كنعرفو مده طويله هذه، ولكني كان شويش، اما دابا زاد اثر عليه بزاف الحال، سيرتو مني لقى واحد الصوره ديالو شي ناس جبروها، هما الله يكثر لهم الخير ديالهم من واحد الناحيه، لانهم بارطاجوها على اساس انه باش هذا الشخص يعرف راسو راه شنو عنده وشنو عنده، ومن واحد الناحيه واحده اخرى يتبارطاجات وصلت لعنده، تازم ودخل في واحد الاكتئاب، وكان مريض حالته حاله ورجع بواحد الحاله يرتلها، بقى فيا انا بزاف، كيمشي يخدم حتى كيجيبوه بالشطيطه حتى كيديوه للدار ديالهم بالطوموبيلات، مشى غير يحسن مؤخرا تطاح عند الكوافور هزو عاد الطوموبيل جابوه للدار ديالهم. كان معايا واحد النهار كنا بجوج بينا خارجين، الفتره اللي تفرقت معاه انا في الليل خليته بسلامه بسلامه، وصلت للدار تصوناو عليا شي ناس كيعرفوه، قالوا له داك الصديق ديالك هاشكون وهاشكون راه بالحفه، وداو له السبرديله وداو له الكاسادوره وداو له التليفون وشي سوارت سوارت هما التالين ديال الدار داوهم له، وفي واحد الحاله وصلوه للدار غير فاق جبر راسه مصدوم، غير مشى للدار الدار ديالهم زادوا تخلعوا لدرجه انهم ما بقاوش كيبغيو يخليوه يخرج بوحديته، وتا اذا خرج ملي كيخرجوا هما بالتليفونات دابا وساعه دابا وساعه بالتليفونات، حتى انا شي مره كنكون معاه كنديرو نجا كنقول لهم بما انني كاين معاه انا راه محمي، وكنضامن معاه حتى انا وكنعاونو حاليا بما انه ما كيقدرش يخدم، فين ما كيمشي كيطيح، ولا طاح واش مول الخدمه وانتينا طايح كتفركل، كيخاف على راسو كيقول لك هذا السيد انا ما صالح ليش، داك الساعات كيقول له ما باقيش ترجع مره اخرى. واحد النهار مشى لواحد المعمل لدرجه انه طاح غير شويه زعما ماشي بزاف ورجع فاق، لا غد لي غير رجع في 4 الصباح لقاهم شادين عليه المعمل في الباب موسين سيكوريتي ان هذا السيد ما يدخلش، وتاثر وتازم وهو مسي كان مشى يخدم من 4 ديال الصباح ل 5 الصباح جابته في المعمل، هاز المويكله ديالو وهاز الشوينطه ديالو يعني على اساس انه ما جاي يخدم، فاذا به القلب يبان مسدود عليه، اعطاها غير البكا واتصل بيا انا في ذاك نصاصات الليل كيقولها لي انا، كيقول لي انا ها شنو وقع لي وانا هذا المرض دمرني وانا حتى بقى فيا، كنبكي معاه الدم الصراحه. لهذا خوتي الله يرحم لكم الوالدين الله يسهل عليكم، كناشدكم كناشد القلوب الرحيمه الجالية المغربية المقيمة في الخارج، كنترجاكم الا كان شي واحد باغي يعمل شي اجر ها هو الاجر قدامكم، ها هو واحد الشخص شاب في مقتبل العمر ديالو، واحد الانسان مزيون ظريف مخلق ما فيه حتى بلية، يعني واحد الانسان وضيع حياته كانت عنده بزاف د المتطلعات التطلعات القدام، وعنده واحد الطموحات كبيره، وكان كيتمنى انه يتزوج ويعمل واحد الدار، كان كيتمنى انه يمشي لبرا يعيش يكمل حياته في الخارج، كان كيتمنى بزاف د الاماني اللي كيعاود لي انا، فاذا به دابا مدمر جالس، غير انا اللي كنبغي نحاول نخرجو من داك الاكتئاب اللي فيه، كنعيط له كيجي لعندي للدار كنهضر معاه، بما انني كبير عليه في لاج وعندي خبره في الحياه كنفسر له بزاف ديال الامورات، يعني كنهون عليه داك الصدمه ديال المرض ديالو، مشى لروقات ما خلف فين مشى، مشيت معاه انا شخصيا، غير كيطيح كيبقى كيفركل، وداك الشيء اللي عنده كيبقى كيقول بحال دابا شي انسان واحد اخر معاه فيه شي حاجه كيقول له داك الانسان اللي قدامك ها شنو فيه وشنو فيه وشنو عاملين له وشنو عاملين له، لدرجه انه شبروا واحد الراقي قال له انتينا محتاجك تخدم معايا، غادي تجي لعندي فما نقرا عليك ولا بزاف ديال الامور، ويكون عندي واحد الكليان تقول لنا داك الشيء اللي كاين فيه وانتينا خدام بخير. السيد ما تقبلش هاد القضيه هاد، ما حملاش ما بغاش مره، قال لي انا بغيت نخدم واحد الخدمه اللي هي مزيانه ولكن ما عنديش القدر باش نخدم، رجعوا كتافو طايحين، الا تفرقت منه انا كيحس بالاكتئاب، الاكتئاب السيد كيحس براسو مكتئب، يعني لحد الان شحال يقدني الله انا، وغي انا اللي الحمد لله غير انا اللي كنروف عليه داكشي اللي قسم الله، ولكن قال لك راه كتعيا اليد اللي كتعطي وما كتعياش اليد اللي كتشبر. لهذا الله يرحم الوالدين اخوتي، كناشدكم هذا المنبر، كنترجاكم كنرغبكم كنزاوق فيكم صغير وكبير، راه اللي بغى يمشي حج مره وجوج وثلاثه ماشي هو هذاك الحج، حجه وحده تكفي، ولكن الحجه هو قدامكم، قدامكم واحد الشاب على الاقل حتى واذا ما قدرش بنادم يعاونو يعاونو داك الشيء اللي قسم الله، عنده واحد القناه في تيك توك، حاولوا الله يرحم الوالدين تابوناو لعندو، طلعوا له القناه ديالو تابوناو عليه، الله يسهل عنده الله يرحم الوالدين الله يسهل عليكم، انا توترت واحد شويه. كنترجاكم هو راه عنده من القناه تيك توك عامل مول الحكمه، مول الحكمه، والرقم ديالو اصلا راه ماشي تجبروه كاين في الفيديو، الله يسهل عليكم، انا كنرغبكم، هذا راه صديق ديالي وعزيز عليا، راه ما عندي معاه قرابه، ما عندي معاه منسوبيه، ما عندي حتى شي حاجه، هو من قنت وانا من قنت، يعني جمعنا غير واحد الصداقه اللي هي طيبه في حدود المعروف، جزاكم الله
انا كنناشدكم من القلب الخالص، انا تمنيت لو كانني عندي راني نقسم معاه بالنص الحياه ديالي حتى يتوفاه الله، بما انني واحد الانسان على قد قياسي راني ما غن اللي في جهدي راني كنعمل نعطيه باش يركب الطاكسي، نعطيه باش يحسن، نعطيه باش يدي بلاصه، نعطيه شي مرات شحال من راجل عندي ما جبرش حتى باش يدي بلاصه لعندي، بما ان الدار ديالو الدار ديالي كاين الطاكسي، والله القسم الا انا اللي كنعطيه، شي مرات كيجي على رجلو حتى كيوصل سخفا لعندي. جزاكم الله بخير. اخر كلمه كنقولها هو انني كنشكركم بزاف بزاف، واي واحد ساعدو الله يسهل عليه والله يجعلها في الميزان ديال الحسنات ديالو، الله يمتع عليه ويقفى الوليدات ولا كانين صغارين والله يجعلها ويقفلهم في الصحيحه ديالهم يخليها لهم ربي ويصبر لهم فيها حتى يتوفاهم مسلمين. وجزاكم الله بالخير، وهذا الشيء اللي نقدر نقول. الله يرحم الوالدين وشكرا بزاف. زيد شي حاجه؟ شكرا بزاف اخوتي، ونتمنى هاد اللايف ديالي تبارطاجها لصحابي القنوات اللي عندهم قنوات يتعاونوا معايا حتى انا يضامنوا معايا. المهم خوكم انا مهما جيت انا قلت لكم راه زيرو درهم، ما عندي لا باش نتعالج ولا باش نخرج، وعايد في واحد الحياه مكتئبه بزاف شد عليا. كنتمنى من هاد صحابي القنوات يتبارطاج الفيديو، وصلنا عند هاد صحابي القنوات يتعاونوا معايا، يعيطوا لي يدعموني، يجيو عندي يصوروا معايا الحاله ديالي، ماشي مشكل. يعني انا هادشي هذا اللي قلت كامل ما كذبتش فيه، يجيو عندي يجيبوا روقات نمشي معاهم عند الروقات، يعني انا بغيتهم يوقفوا معايا اخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. وشكرا بزاف لهاد السيد اللي جا ولبى الطلب ديالنا، الله يجازيك بخير، شكرا بزاف، الله يوقف معاك، وشكرا بزاف اخوتي. إذا المتابعين الكرام، تمنوا إن شاء الله أنكم دعموا وتوقفوا مع سي عبد الوحيد، فعنده قناة في التيك توك مول الحكمة، وكذلك دعونوه ماديا، واللي ما قدرش فعلى الأقل يبارطاجي هذا المباشر، فبالبارطاج يعني يقدر المباشر أنه يوصل للمحسنين اللي باغيين يديروا الخير، واللي ما قدرش كاع فغير واحد التعليق يدعي له الشفاء العاجل لعبد الوحيد إن شاء الله، ونشوفوه فرحان وكيف راح الاهل ديالو، كذلك الصديق ديالو، اكيد بان الصديق ديالو اذا شافوه مزيان فغادي يكون فرحان، وكذلك باقي الاهل والاحباب والاصدقاء، وان شاء الله يرجع الخدمه ديالو بصحه جيده.